بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا لايف خاص لبرنامج يوم لبرنامج ناقوس الفن. مجموعة ناقوس الفن قامت مجموعة ديال المشاريع الفنية ومجموعة ديال البرامج اللي ومن ضمنها برنامج يوم فنان اللي ضيف الحلقة ديال غدا إن شاء الله هو الفنان التشكيلي محمد السالمي. الحلقة 13 من برنامج يوم مع فنان سعيد ريان. نشوفوا أخ سعيد بما يدوز. الأخ سعيد الباب مفتوح للإخوة للتواصل، وهذا لايف هي الدردشة، المشاكل ديال الفنانين التشكيليين. مشكل الحالي هو مشكل الدعم. تقريبا جل الفنانين التشكيليين المحترفين طارية واحد البربالة في لو مارشي دار، وكل شيء مقلق وكل شيء منيرفي. فلهذا تنحاولوا نتواصلوا مع الإخوة اللي تيتحركوا في هذا الإطار. هذا أنا تنتسنى الأخ سعيد تشكوت. نشوفوا الأخ توفيق بعد ما يتدخل. الأخ سعيد تشكوت واللي عنده اي مداخله في هذا لايف حر. انت مجموعه ناقوس الفن فتحات الباب باش الكل يتكلم، والمبادره جات من الاخ سعيد تشقوط هو اللي تواصل. حنا كنا باغيين نديروا هذا اللايف هذا تنصاوب بشكل كبير. سعيد قلنا يعني هادشي راه طارئ خصو يدار في اقرب وقت. صافي ماشي مشكل، انا تيبان لي راسي وما تتبانليش انت. المهم هو انا نفس المشكل. نعم وي سي اسمان كنبان لك دابا كنبان لك الصوره مشكله. المهم وي سي اسمان. الو الو خويا اخ اسمان ما تبس عليك. احنا نجرب اخ واحد اخر ورجعوا لي. تنتسمعوا الأخ سعيد تشكوت هو ضيف الحلقة لناقوس الفن. الأخ سعيد تشكوت من الديار من المهجر حاليا، هو مغربي مؤصل بشكل كبير ومناضل في الفضاء الأزرق بواحد الحرقة، رغم أنه هو ما محتاجش للدعم هذا، ولكن بما ان شاف مجموعه ديال الفنانين التشكيليين ولي فريز ارتيست بانهم ما استافدوش تقلق، وتواصلنا انا وياه وتذكرنا وقررنا بان هذا البرنامج يكون نهار السبت. الا ان الاخ سعيد قال لي لا ما يمكنش يكون نهار السبت. نهار السبت على الاقل ناخذ واحد الارضيه من عند الاخوه وواحد المجموعه ديال الاسئله باش نكونوا ارضيه ليوم اخر ويكون مؤطر بشكل كبير. ولكن سي سعيد تشكوت أكد على تكوين الأرضية أولا. الأخ سعيد تفضل. مرحبا بك، أعطينا كلمة. السلام عليكم قبل كل شيء. واش كتسمعوني مزيان؟ واش كتسمعني؟ تنسمعك. تسمعني الحقيقة في الحق. نعم أسمعك جيدا في الحقيقة. يعني داك الغيرة ديالنا والحرقة ديالنا على مش على الفن التشكيلي المغربي،
يعني الفن التشكيلي المغربي فهو بخير وعلى خير. المشكل هو أن الكل يعلم أن صندوق كورونا، جائحة كورونا، خصص العاهل ديالنا صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، شمل دائما بالرعاية ديالو حتى الفنان التشكيلي المغربي. يعني احنا في المغرب دخلنا في الحجز ابتداء من شهر مارس، مارس خي سعيد، أبريل مايو. نعم خي سعيد اسمح لي قاطعتك، قلتي واحد النقطة مهمة، العاهل جلالة محمد السادس يعني خصص صندوق كورونا الناس المتضررين نعم اللي أنا غيستافدوا، مجيلك، لأن المتضررين ماشي لي بورجوا. متضررين، لأن لا لأن حنا مجين، لأن نبداو شوية بشوية. الفنان لا التشكيلي المغربي هو الوحيد لحد الآن اللي متضرر إلى أقصى درجة، إذا ما لاحظناه مع مثلا مع الصحفيين، مع الكتاب، مع السينمائيين، مع الجمعية التشكيلية، مع الجمعيات آخرين. إذا حنا كنا كننتظروا ان على الاقل هذا الدعم يتعطى للناس اللي هما ضعفاء. يعني احنا ما غادي نقولش نعملوا مثلا واحد الامتياز ما بين الفنان التشكيلي في الابداع، احنا كنقولوا بان هذوك الناس راهم مبدعين، ما كنقولوش بانهم ماشي مبدعين، راهم مبدعون، يبدعون في الفن التشكيلي، ولكن عار على الانسان انه يكون موظف، يكون هذا رساله كنوجهها، يكون موظف ويكون عنده وظيفة، هو موظف والزوجة اليوم ديالو موظفة، أو هو مثلا عنده مثلا اش كيقولوا له تقاعد، وعنده واحد المقدار لا بأس به ينافس واحد الفنان التشكيلي المغربي اللي هو مسكين لقد وصل منه السيل الزبر. يعني ما كاينش منهم اللي كيقول لك انا ما قدرش، حتى ما عنديش باش نخلص لا ما ما عنديش باش نخلص الضوء، ما عنديش باش مثلا نقدر مع وليداتي، بزاف ديال الاشياء. وإذا بينا، إذا بينا السؤال الموجه حاليا، السؤال الموجه حاليا، حاليا السؤال الموجه، شكون هي هذه اللجنة؟ بغينا نعرفوا الأسماء ديال هذه اللجنة هذه اللي خلقت هذه الكارثة هذه. أولا لابد باش نعرفوا هذه اللجنة، لأن ما يمكنش حنا دابا حاليا فهاد اللايف هذا نوجه الاتهام مثلا لواحد الانسان او لواحد الشخص او واحد المسؤول، وهو غادي يقول لك سيدي انا راني ماشي مسؤول، ماشي مسؤول على هذه الكارثه، انا اللي مسؤول هي اللجنه اللي اختارت. ولكن بصفه هاد الناس هذوما اللي هما مثلا موجودين في الحق في الوزاره ديال الثقافه، واش ما كانوش يراعيو هذه القضية ديال الضعف، الرعية ديال الضعف اللي كيمر منه، والمشكل اللي كيمر منه الفنان التشكيلي المغربي. يعني احنا اقتناح كاين هناك ربما عاد غادي نعملوا العملية ديال كما اتفقنا انا وياك، نعملوا عملية حسابية اي ستاتيستيك باش نعرفوا شحال وصلت ديال البورسنتاج ديال الناس اللي هما موظفين، بيناتهم ناس دي ملياردير، بيناتهم ناس دكاترة، بيناتهم ناس عندهم العنوان ديالهم في فرنسا واللي قالوا بأن ما غيكونش الدعم لفرنسا، وإذا بنا كنشوفوا في اللائحة ديال الوزراء فرنسا، وكنشوفوا واحد النقطة اللي هي يعني كيخجل الإنسان يتكلم عليها، أن بعض الناس خدوا الدعم على العمل ديالهم، وثانيا عندهم الدعم على المعرض، وما بالك ان هناك فنان تشكيلي مسكين ما صابش بلقمه العيش لحد الان. هذا هي الاشكاليه دابا. واش نعم سعيد، واحد النقطه اسمح لي قطعتك، ما تشوفش واحد الاقتراح واقترحوا واحد المجموعه ديال الاخوه في مجموعه ناقص الفن، قال لك لو حبذا لو كانت وزاره الثقافه دارت هذا الدعم هذا لكاع لي زارتيست اللي عندهم بطاقة فنان أو اللي عندهم بطاقة فنان في إطار طور الإنجاز، أنه يستافدوا بواحد المعدل متساوي وتيكون هي ثمن رمزي للوحة، وديك الساعة اللي ما رضاش بهذاك السميتو. نعم تفضل. نعم انا معك. شوف على الاقل يكون واحد المقدار اللي كان يكون بحال اللي عطاو الناس ديال الراميد، كاين اللي عطاو لهم 1000 درهم، كاين اللي عطاو لهم 2000 درهم، كاين اللي كانوا كيشتغلوا عطاو لهم 2000 درهم،
يعني في هذا الوقت هذا احنا ماشي في المنافسه في الميدان الفني، انت احسن مني ولا انا احسن منك، ولا انا عندي ولا انا مثلا فنان ولا انت ماشي فنان. دابا هذا ماشي الوقت ديالو. حنا دابا الان عندنا ناس يطلبون الغيت، يطلبون الغيت. أما أحرى بالفنان الذي هو موظف اللي كان يقدر يقول أنا لا، أنا أتنازل على هذا الدعم لكوني أنا موظف وعندي ما يكفيني. ولا تتجلى، ما معنى كلمة الفن؟ الفن رسالة نبيلة، هذه هي الرسالة النبيلة. قبل أن نتصارع وأن نتصارع، علينا أن نتصارع مثلا في فعل الخير مع الفنان التشكيلي، مع بعضنا، لأننا الفنان التشكيلي كيلتقى في المعارض، كيلتقى في الصالونات، كيلتقى بزاف ديال الأشياء. كيف يمكن أنت مثلا غدا ولا بعده وتجوز جائحة كورونا وتتلاقى معايا في واحد المعرض وتعرفني بأنني أنا كنت مضطر، وانتنا فضلتي انك تاخذ هذا المقدار هذا، لان هذه هي الاشكاليه اللي كاينه. ولكن هي الاشكاليه ليس الاساسيه ديالها هذه النقطه. هذه النقطه ديال اللي كنطلبوا حنايا هو ان ديك الدعم ديال وزاره الثقافه ما يبقاش كتحمل به وزاره الثقافه، يولي ديك الدعم يعطى على يكي مثلا على الجهه هي المسؤوله على كل جهه تكلف على تفريغ، حيت كاين بعض الجهات كاين بعض الجهات ما استفد منهم حتى ارتيست بحال الجهه الشرقيه والو. مثلا بحال دابا مثلا بعض المدن المغربيه تقول لك حنا ماشي في المغرب، تقول لك المغرب هي كازا والدار البيضاء وتطوان. يعني اللي كنقول انا العاهل الامه، اما دابا حنا عندنا حاجه واحده، اما حنا ضد الخطابات ديال المؤسسه الملكيه، ضد صاحب الجلاله محمد السادس اللي هو ديما كيحث على الجهويه وكيحث الشباب وثم الشباب، الويل ثم الويل الشباب، دعم الشباب، مقاولات صغرى، دعم الشباب. واذا بهاد الناس هذوما بعيده بهاد الناس هذوما كيمشيو ضد الخطاب الملكي، ضد. لماذا علاش هاد الناس هذوما اللي في الوزاره ما يقوموش دابا الان بتفعيل الجهويه؟ يعني هذاك المقدار اللي عندنا ديال 3 ديال المليون كان يتفرسق على 13 ديال الجهات، وكل جهه تاخذ داك الفلوس، وكل جهه غادي تعرف غادي يكون عندها لائحه ديال الفنانات التشكيليين ديالها اللي مضطرين. انا ملي كنشوف مثلا الكتاب شحال خدا، السينما شحال خدا، المسرح مثلا كنشوف مثلا اش كيقولوا له مثلا المغنيين نعمل الحلو وزيد الملايير، والصحفيين ملايير. اما احرى بانك وزاره الثقافه تعطيك طار، لان ما شفناش المهرجانات اللي كانت كتعدل على الصعيد ديال المغرب. كثير من المهرجانات اللي كانت في المغرب في المدن المغربيه يعني وقفت بمناسبه فيروس كورونا. اذا فين هما هاد الفلوس ديال هاد المهرجانات؟ هاد السؤال انا كنوجهه مثلا المسؤولين في الثقافه، فين هما ديك الفلوس ديال المهرجانات، ديال المهرجانات السينمائيه، مهرجانات الغنائيه، مهرجانات الثقافيه، مهرجانات ديال المواسم. اما احرى ان لو كانت كل جهه تخرم على الجهه، تقسم على الجهه، وكفانا بالله شهيدا، كل شيء حرقوا هي مثلا مكه ادرى بشعابها، كل جهه ادرى بشعابها. حنا غادي نعرفوا واحد الجهه الناس اللي تقدموا عندنا اللي مثلا كيطلبوا بالدعم. لا اسمح لي، انت فنان، ما كنقولوش حنا ما عندناش الحق اي واحد يقدر يقول هذا فنان وهذا ماشي فنان. انت فنان ولكن انت موظف هنا وزاره الثقافه، عملت واحد الغلط اللي هو غلط كبير وفضيح وبشع، هو انه بغات ترضي الفنانين الاساسيه فنون تطبيقيه. انا ما عندي لا يعني مش اشكاليه ديال الفنون التطبيقيه، ولكن انا كنلوم داك الاساتذه اللي خداو الدعم ديالهم، خداو الدعم، يعني بحال اللي خداو اللقمه والرزق ديال الفنان الضعيف. سي سعيد، باش ما نعموش، حيت كاين مجموعه ديال الاساتذه ومجموعه ديال الموظفين اللي هما ديزارتيست، يعني مستوى عالي في اطار لار وكذا،
يعني ما شاركوش حيت ردوا البال لواحد المساله لانها سميتها دعم جائحه كورونا للمتضررين. حيت انا كان وقع لي حقيقه انا كان وقع لي اتصلت بواحد ثلاثه ديال لي زارتيست مع كنت نصيفط هذاك البي دي اف ومن اتصلت بهم هاتفيا لا داعي لذكر الاسم ديالهم قال لي لا خي عثمان حنا راه موظفين راه تنتخلصوا لاش غنزاحموا ثلاثه من الرباط بكل صراحه قال لك لاش غنزاحموا الناس نعم ما عندهاش حنا ملي كنشوفوه نعم حنا ملي كنشوفوه الفنانين مثلا بعض المناطق ديال المغرب كنعملوا واحد اللائحه كنلقاو الاغلبيه ديالهم موظفين. نعطيك انا مثلا مدينه تطوان بوزيد بوعبي واحد النقطه سي سعيد واحد السؤال مهم من طرف فنان تشكيلي محترف تيعيش من اللار ديالو سي احمد حيزون قال لك طريقه الدعم الفنان تمت بطريقه بيع وشراء وليس طريقه دعم الفنان لاجتياز الازمه. اش تقول في المساله هذه؟ شوف حنا ما غنقدروش تم قضيه البيع والشراء لان هنا كيقول قضيه دابا انا خصني نتناقش معاك ونكون في نفس الوقت محامي حقوقي. انا ما نقدرش نقولوا تم بقضيه البيع والشراء لان اذا قلنا بان هنا قضيه بيع وشراء هنا نتهم اللجنه. نحن الان اللي كنطلبوه من ديك اللجنه ما هي يعني غادي نقولوا شنو هو الكريتير شنو هي الاسباب او شنو هي القوانين اللي اعتمدت عليها في الاختيار ديالها ديال الاعمال ديال الاختيار ديال الاعمال التشكيليين الفنيين المغاربه شنو المعايير والمقاييس اللي اختاروا هاد الناس هادوما باش يقدروا يقولوا هذا فنان وهذا ماشي فنان. هي قضيه صعبه ولكن كاين عندنا واحد المقياس واحد المعيار الا وهو مقياس الفقر والحاجه. الان نحن محتاجون ولا عيب في ذلك ان يقول الانسان انا محتاج ولا عيب في ذلك ان تقول اللجنه نحن الان هذا صندوق لدعم المحتاج دعم كورونا فيروس يعني بحال غنقولوا صحاب الرامي مش دعم للفنان التشكيلي المغربي. هنا دابا كاينين حنا في واحد النقطه سيف ذو حدين كاين اللي غادي يقول لك لا راه حنا داعم للفنانات التشكيليين اللي هما على المستوى لا تدعيم ديال الفنان التشكيلي اللي هو في المستوى عالي هذاك غادي يخدم المتحف غادي ياخذ من المتحف هذاك المتحف هو اللي غادي ياخذ منه. اما حتى القضيه ديال المتحف راه كاينه تما صندوق الدعم لكورونا فيروس. اما اللي 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 اللي, اللي هما في وزاره اللي هما في الوزاره ديال الثقافه هذا سؤال كنوجهه قبل كل شيء اننا على حبذا لو كانت هناك الشفافيه والمصداقيه وبما اننا نحن في دوله الحق والقانون يجي شي واحد من ديك اللجنه ويدخل ويقول لنا هالمعايير هالمقاييس اللي حنا خدينا منها. انا ما بقاش قضيه اخذ الاعمال هنا القضيه الناطق الرسمي ديال ديك اللجنه الناطق الرسمي ديال ديك اللجنه يدير مؤتمر صحفي ويعطيونا اسم اللجنه ويعطيونا كل فنان شحال استفاد ندوه صحفيه ندوه صحفيه ويعرض على الصحفيين ويعرض على الفنانين التشكيليين ويقول لهم ها هي المعايير ها هي المقاييس اللي حنا خدينا عليها الفنانين التشكيليين المغاربه. ولكن الضمه الكبرى ان هناك فنانين تشكيليون عندهم البطاقه وما خدوش الدعم وكنشوفوا ناس اللي هما ناس اللي هما دي ملياردير كاينين دكاتره كاينين وكاينه واحد الاشكاليه كبيره اللي ما بغيناش نقولوها لان دابا حنا كيخصنا نتكلموا بالدلائل هو ان قال لك يعني هذه النقطه هذه ربما هي اللي فاضت الكاس لان كنظن انا حان وقت التغيير في وزاره الثقافه وخاصه قسم الفنون التشكيليه. حان الوقت للتغيير لان هناك اشخاص عندهم اكثر من 25 سنه او ربما اكثر من 30 سنه مر عليهم وزير مثلا توريا جبران مر عليهم مثلا اش كيقولوا له السميحي مر عليهم مثلا الاشعاري مر عليهم العراس مر عليهم هذا اللي جوز 3 شهور مشى بحاله يعني شاهدوا وزراء كثير
يعني صبحي هما الوزير ملي كيجي عندهم بالنسبه لهم الوزير لا يسمن ولا يغني من جوع، لانهم اللي كيتحكموا في الساحه التشكيليه المغربيه. كنظن انا وربما واحد النقطه اخرى اللي هي جد مهمه هو غياب الجمعيات وغياب النقابه. النقطه اللي بغيت نشير لك ليها ونسولك فيها، ما لاحظتيش بان في هذه الفتره ديال الفنانين التشكيليين اللي تيهوتوا اللي هما اولا متضررين بشكل كبير، وحتى حد ما راضي يتكلم عليهم لا من الجمعيات ولا من النقابات بحكم ان عندنا اربع نقابات؟ شوف، حنا الفنانين التشكيليين المغاربه هم المسؤولين على ما يقع في الساحه التشكيليه المغربيه، لان الفنان التشكيلي المغربي لا يدافع على نفسه، ما كيخرجش بالتصريحات، ما كيخرجش باللايف، لان ما يمكنش انتينا تنتظر من تكشوط سعيد انه ياكل الشوك باش يدافع عليك وانت في المغرب، لانني انا لست نقابي ولست صحافي ولست جمعوي بل فاعل الخير. انا اعود واقول الجمعيه التشكيليه، لا توجد عندنا جمعية تشكيلية في المغرب ولا نقابة تمثل الفنان التشكيلي المغربي. لا ما كيناش. ولكن راه كاين عندنا، لا هي باش نتفاهموا، عندنا أربع نقابات يعني عندهم الصفة القانونية، دابا باش نتفاهموا، عندهم الصفة القانونية. أفيدني يعني... قول لي شكون هما هاد النقابات، قول لي شكون هما هاد النقابات في الميدان ديال التشكيل. أنا كنعرف النقابة ديال المنصوري. لا كاين، انا كنعرف النقابه ديال المنصوري، هذيك نقابه المحترفين، هذيك نقابه المحترفين. أيه. كانت النقابه اللي كان كيتزعمها، كانت النقابه اللي كان كيتزعم النافي، هذيك صافي شدوا عليها. ولكن كنعرف انا اللي كنعرف كاين الجمعيه التشكيليه ديال المليحي وكاين النقابه ديال المنصوري. اذا كنا كننتظروا انا نضيف لك كاين النقابه الحره اللي كان فيها النافي، راه مازال محلوله ورقها، مازال محلوله يعني الامور مازال ما واضحاش. كاينه عاوتاني النقابه اللي كان فيها الزين الله يرحمه، النقابه الوطنيه للفنانين التشكيليين، ما بقيناش عارفين، ولينا دابا عارفين هي النقابه المحترفين اللي بحكم انها مازال تقوم بانشطه وكذا. وكذلك كاينه النقابه ديال الفنانين التشكيليين والمصورين اللي تترأسها سي بناني، عفيفي بناني. يعني انا علاش نشير لك الامورات هذه بحكم انك ولكن فين هما هاد الناس؟ هاد الناس فين هما خصنا نعرفوا شنو على خصنا نعرفوا ما هي الاسباب ديال غياب هاد الناس هادوما من الساحه التشكيليه المغربيه. علاش هاد الناس هادوما؟ واش هاد الناس هادوما فين هما؟ هاد الناس هادوما باقي موجودين في الوجود؟ وعلاش ما نقولوش بان هاد الناس هادوما، ما نقولوش هاد الناس هادوما بين قوسين، يعني نحن يعني هم راضون على الوضعيه التشكيليه المغربيه. واش فيهم شي واحد ناض وقال خرج بشي بيان او بشي مثلا او بشي عارضه او بشي مقال في افتراضي او لا بشي جريده او لا بشي حاجه وقال بان هذا ما يوقع في الفن التشكيلي كارثه؟ لا، هذاك الشيء لا كنا سي سعيد، هذاك الشيء علاش انا قلت لك لو لايف بروفيسيونيل غنحاولوا نخليوه لو سامدي، نهار السبت غنديروا يوم لجميع الفنانين اللي ناقشنا انا وياك المساله، لان غير باش يكونوا عارفين الاخوه، لان فكره الاخ سعيد تشكوت، لانه هو اللي ناض من تكشور، ويعني هو كلمه بالريفيه يعني العود الصغير. اكشور وحدك يعني سي سعيد. بالنسبه للاخوه والاخوات اللي عندهم شي اسئله او عندهم فكره، استعدادا نهار يوم السبت غيكون في ناقوس الفن يوم خاص. غادي اسمع نقول لك، الاخ عزيز المدني قال بانه لا يعرف من يترأس هذه النقابه التشكيليه. اخي لا يمكن ان تعرف الاسماء لهذه النقابه التشكيليه لانها غير موجوده على الساحه،
كيف كتنتظر انت بواحد الانسان انك تعرف السميه ديالو وهو غير موجود؟ لان كانت نقابه ديال الزين رحمه الله، وجا الزين واحد مره تكلمت معاه قال لي غادي يجي واحد الوقت وغتعرفوا ما معنى الزين. يعني احنا حاليا النقابه ديالنا في اللي كيقولوا بقى ما ماتت، بقى بالروح، باقي سوسي، باقي شوله، باقي نقابتنا في صافي انتهت. يعني بالنسبه للقانون ديالها ولا بالنسبه للقوانين ديالها هذيك النقابه اريد لها الممات صافي. هذيك النقابه اريد لها ان تدفن وهي حيه، وما بغاوش ان بعد اللي كنطلب انا من هذا المنبر ديالك، كنطلب من بعض الاعضاء او بعض ديال الفروع يعلموا الاستقلال ديالهم، او تخرج واحد النواه من الفنانين التشكيليين المغاربه اللي حنا ما غنقولوش حنا كلشي عندنا قبيح، ما يمكنش. باقي عندنا الناس اللي هما نزعاء اللي قرضوا ديك النقابه ويمشيو ديك النقابه، لان دابا الان حاليا عندنا نقابه واحده اللي كنشوفوها كتتحرك، ولكن في الاخر هاد العمليه الاخريه ديالها يعني ما بقاتش نقابه، فقدت من المصداقيه ديالها. انا كنقول فقدت من المصداقيه ديالها الى واحد الدرجه كثيره كثيره كثيره. ان كيف يعقل ان رئيس النقابه يؤخذ منه عمل تشكيلي ويعطى له دعم لمعرض، وهناك من يموتون بالجوع من الفنانة التشكيلية؟ أنا شخصيا أنا ما يمكنش نعطي الدعم للمعارض التشكيلية، لأن نحن عندنا كورونا فيروس، وكورونا فيروس كيقول لك ما يمكنش. نعم، بالنسبة لرئيس النقابة ديال نقابة المحترفين، أنا ماشي تنجي منه ولا شي حاجة، هو راه فنان تشكيلي محترف، يعني تعيش من النار ديالو، حتى هو محقه كمواطن ياخذ دعم كمواطن من حقه، ولكن لا ننسى انه موظف من حقه. انا ما كنقولش لا، انا كنقول واحد الانسان اللي هو موظف اللي كيربح والو غير 4000 درهم 5000 درهم، عار عليه انه ياخذ دم الاخوان ديالو، يسب دماء الاخوان ديالو اللي مساكن ما عندهمش ما ياكلوا، لان احنا مغاربه، مش احنا مغاربه، نحن مسلمين. اسمع نقول لك، نحن مسلمين وديان، اسمح لي دقيقه من فضلك دقيقه، نحن مسلمون وديننا الاسلام يحثنا على ان نكون على الكرم، على التضامن. المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. اين هذه الامثله؟ الفنان رسالة نبيلة، أين هذه النبلة؟ أين هذا الأخلاق؟ ماذا ستقول لي؟ ستقول لي أنا فنان وأخذ مني العمل؟ أنت فنان سيدي، إحنا كنعترفوا بك فنان، ولكن راك مشي إنسان كريم، مشي فنان كريم، أنت إنسان بخيل، أنت إنسان أنا أتهمهم بالبخل والكراهية والبغض. سي سعيد، خصك تعرف بعدا كريم، سير واحد النقطة، رئيس النقابة ديال المحترفين ليس بموظف، فهو فنان يمارس التشكيل، فنان يمارس عمله ولكن له وظيفته. انا ما عرفهاش، انا له وظيفته كفنان تشكيلي، ونحن الان نشكي لك وانت تشكيلي، وهم يشكون ونحن نشكي. أنا عندما أرى أستاذ جامعي يقول بأنه كاتب جامعي يأخذ الدعم، الويل ثم الويل، ما هذا؟ ما في أي عالم نعيش يا قوم؟ لا ولكن سي سعيد كاين مجموعة ديال الإخوة، باش نكونوا واضحين ونكونوا صريحين، كاين بعض الإخوة أو مجموعة كبيرة اللي ما بغاتش تاخذ دعم بحكم اما عندها وظيفتها او عندها تقاعد مريح وعندها وكلاء. انا اشاركك الراي، لان هناك اناس فنانين تشكيليون ما رضوش ياخذوا داك مثلا 10000 درهم او 15000 درهم، هو كيبيع العمل ديالو ب 7 و8 و9 مليون، ما هزالة، لأنه ما قدرش يمشي ياخذ مثلا
1000 اورو ولا 10000 درهم ولا 15000 درهم وهو كيعرف بان اللوحه ديالو كيبيعها بثلاثه باربعه وخمسه ديال المليون. وانا نعطيك خبر، هناك من دعمه دعمته وزارة الثقافة وهو لم يبيع ولو لوحة في حياته. عندنا أسماء ما عمره باع لوحة في الحياة ديالو، والله ما عمره باعها. احنا خصنا نعرفوا هذه المعايير وهذه المقاييس. نعم سي سعيد، اي واحد النقطة وهادشي راه تفاهمنا عليه من يعني من هذا اللايف، لان اللايف اللي كنا لتذكير الاخوه والاخوات بان اللايف اللي كان غيكون نهار السبت بطريقه حضاريه وبطريقه بروفيسيونيل، لان الاخ سعيد قال لك حتى دار لي زاناليز الاوراق بشكل كبير وتكون مضبوطه، يعني حيت كاينين فنانين تشكيليين اللي استافدوا محترفين تعيشوا من الارض ديالهم، وكاينين لمحترفين ولكن لهم وظيفة متواضعة تتعاونوا بها مع الزمان، وكاينين اللي استفدوا يعني دي بورجوا ما يستحقوش الدعم. فهذه الأمور كاملة غتدرس وغيكون يوم خاص لهذه المسألة، وغتكون تظاهرة بشكل كبير، غيشاركوا الإخوة بدي فيديو باقتراحات ديالهم بجموعة ديال الأشياء، لأن الدراري ديال كازابلانكا راه تيوحدوا الصفوف ديالهم باش ينزلوا برساله الوزير ديال الاوقاف، لا عفوا الوزير ديال الثقافه والشباب. وزير الاوقاف، اسمع وزير الاوقاف والفنون الشخصيه. هذا واحد المقال كنت خدام انا كنكتبه، وزير الاوقاف والشؤون الشخصيه. احنا الان السؤال المطروح هذا العدد الكم ديال اللوحات فين غادي يعدلوه؟ رغم ان عندهم ستوك، فين غادي يعدلوه؟ واش غادي يعطيوها لشي لشي متاحف مغربيه، او غادي يبقى عندهم تما في ستوك، او غادي يجي واحد الوقت وغادي يحرقوه؟ لان كاين بعض الاعمال، بعض الفنانين اللي شراو منهم الاعمال ديالو، ملي غادي يموت ديك الفنان ما غادي داك العمل ما كيسوى حتى حاجه. انت كيفاش كتقتني واحد العمل؟ كيفاش كتقتني؟ شنو هي المعطيات؟ شنو هي المقاييس؟ شنو هي المعايير اللي كتاخذ انت مع عند واحد الفنان كتقول هذا فنان وهذا ماشي فنان؟ كاين مقاييس في تاريخ الفن، كاين الدراسه الفنيه اللي قريناها حنايا في الجامعه في فرنسا، كيقول لك هناك مقاييس. ما يمكنش انت مثلا تجي وتدخل وتقول هذا فنان، هذا ماشي فنان، هذا فنان. شحال من فنان حكم عليه حكام النقد بانه ليس فنان، وفي الاخير اصبح فنانا عالميا. يعني احنا دابا ملي كنقتنيو ديك الاعمال، وزاره الثقافه كتقتني ديك الاعمال، واش غادي تعمرها غتعرضها فشي معرض؟ واش غتعملها فشي 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 متاحف؟ كان خصنا تقولنا اودي هاد الاعمال هادي راه اقتنينا واحد المجموعه ديال الاعمال، غيمشيو لهنا ويمشيو هنا ويمشيو هنا ويمشيو لها. دابا حنا القضيه ديال الزوباعه، هذيك المتاحف هي عباره عن مقابر في المغرب. المتاحف عباره عن مقابر، الناس اللي كيكونوا في البيبان خدامين كيلعبوا في الواتساب ديالو. المتاحف مقابر، هذه هي الاشكاليه الكبيره. لان حنا اللي كان كيهمنا ليس هو العمل التشكيلي للفنان، اللي كان كيهمنا هو اننا نساعد الفنان التشكيلي في هذه المحنه ديال كورونا. بون شوفوا شنو قال رشيد الطالبي، كي لي بوت غافي كونسيرنو لي زارتيست بانت ماروكان ريزيدون على لترونجي، وي سا سي اون كيسيون مانيفيك بور لي سيتياسيون فينونسيير اي سوسيال او كي جو تروف كاتاستروفيك. تري تري بيان مون شير امي رشيد الطالبي، حنا غير مرغبين في المغرب اخي رشيد الطالبي. نحن حكم علينا اننا لسنا بفنانين، وهذه عنصريه تتحملها وزاره الثقافه. نحن قالوا لنا انتم لا نشتري منكم الاعمال، ربما لان كيسحب لكم. حنا اوني غيش، حنا فقراء، فينا ناس كيعيشوا بالمساعده. وزاره الثقافه حكمت علينا بالاعدام، نحن لسنا فنانون. هذه هي عنصريه القرن. كيف يمكن لك انت انك لا تشارك الفنان التشكيلي المغربي وهو يعيش في المهجر ظروف اصعب من الفنان المغربي، لانه يعيش خارج الوطن، خارج العائله ديالو، خارج. وتاتي انت من منبر وزاره الثقافه وتقول له نحن لا ناخذ منك اعمالك يا الله العار.
يا للوقاحة. السي سعيد واحد النقطة. نعم. بالنسبة لوزارة الثقافة الدعم اللي درت راه استفد واحد الفنان من فرنسا. تشوف لا ليغ واخا استفد واحد الفنان في فرنسا، فرنسا ما فيهاش واحد الفنان السي عثمان. فرنسا فيها فيها ماشي غير فرنسا، راه أوروبا فيها المئات ديال الفنانين التشكيليين المغاربة. أنا اتصلوا بي بعض الرفاق بعض التشكيليين قالوا لي أخ سعيد الحالة مزرية. قلت له واش ما عندكمش المعونة؟ قال لي الحالة مزرية مزرية. وخاصة نزيد لك واحد الخبر، أن وزارة الثقافة الفرنسية قالت بأنها لا تعطي الدعم للفنانين إلا إذا كانت عندهم الجنسية الفرنسية، وكثير من الفنانين التشكيليين المغاربة ليست عندهم الجنسية الفرنسية. هذا نقاش. سي سعيد، نعم صديقي، المهمة اللي كنا درنا فيها من قبل ما نديرو لايف دابا، كيفاش نوضعوا تصور هاد الفنانين المحترفين اللي تيعيشوا من الفن ديالهم وهما في حالة مزرية، كيفاش يتواصلوا مع الوزارة ولو هي عن طريق يعني الفضاء الأزرق يعني ولا بدا. وهادشي تنقول لك انت وتنقول للاخوه اللي عندهم اقتراحات او عندهم يعني انا كنظن أسئلة. نعم 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 انا كنظن وزارة الثقافة ولا المسؤولين في الثقافة عارفين بأن حاليا هناك غليان في الفضاء الافتراضي، وهناك غلط وهناك إشكالية. أنا أظن أن وزارة الثقافة ما خصهاش تتسرع في إرسال الشيكات، يجب إعادة وهيكلة هذه العملية، لأن الفنان التشكيلي المغربي لن يصمت، ربما سيخرج إلى الوزارة وقفات احتجاجية، ربما سيراسلون مثلا عاهل الأمة صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله الذي دائما يصيح حارب الفساد الشباب الجهوية. هاد الناس وين كما كيقولوا وين 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 راحت هاد الملايين؟ هاد الملايين وين؟ الملايين فين غادي تمشي؟ هاد الملايين واش غتمشي للضعفاء؟ واش غتمشي للفقراء؟ واش غتمشي للمساكين؟ حنا عندنا فنانين تشكيليين الان. سي سعيد واحد الاخ تيقول لك فعلا اخي الكريم ولا نعرف حتى من يترأس هذه النقابات هذه النقابات التشكيلية. أنا غنرجع لواحد المسألة اللي هي مهمة باش نحاولوا يكون هاد الحوار اللي بيني وبينك يكون يعطي واحد النتيجة ويعطي مجموعة ديال الأسئلة اللي تقد يعني توصلنا لواحد يوم خاص للدفاع عن حقوق الفنانين التشكيليين المتضررين. كاينين واحد الجزء منهم راه استفد واللي تنعرفوه حتى هو راه صح، سوى اللي منهم يعني ما عندوش عمل او عنده عمل ترقيعي. فهمتي هي اللي خصنا نعرفو واش كان على وزارة الثقافة، عفوا انا فما وزارة الاوقاف وزارة الثقافة، واش يعني كان خصها دير واحد لو بري موحد لكل شيء وقال اللي عنده البطاقة الفنية يستفد كان غيكون افضل، ولا اشنو هو الحل بالنسبة لك؟ الحل ديالها ميمكنش نرضيو جميع الفنانين التشكيليين المغاربة، مخاصة ميمكنش نرضيو داك الموظف. كان بالأحرى أن النقطة الأساسية اللي كان يمكن أنها تناقش هو مثلا القضية ديال الدخل، واش إنسان ضعيف، واش إنسان فقير، واش إنسان غني، واش إنسان ملياردير. هذه هي النقطة العملية الأساسية الأولى، لأن نحن الآن لسنا في قضية يعني في قضية شكون مبدع، هل أنت أم أنا أم هو أم هي أم نحن أم أنتم أم أنتنا. الآن نحن كان بصدد أن عندنا فنانون تشكيليون مغاربة وصلوا إلى آخر المطاف،
دونك هذه القضيه ديال اخر المطاف كان ما كانش علينا نعملوا فيها الدعم للمعارض، ما كانش يكون فيها دعم المعارض والدعم لهذا، وكان بينا تكون هناك واحد النوع ديال الجرأة، واحد النوع ديال الاطمئنان، واحد النوع ديال المؤازرة، واحد النوع ديال الأخوة، ونشوف بعين الرحمة للفنان التشكيلي المغربي اللي هو من المغرب العميق ومن المغرب ومن الساحل ومن الشمال إلى الجنوب إلى الشرق إلى الغرب، ونحيدوا علينا قضية ديال أنا كنت أحسن مني وأنا أحسن منك، لأن نحن الآن هي قضية حياة أو موت، هي قضية حياة أو موت، مش قضية أنك واش أنت تستاهل ولا أنا ما نستاهلش، قضية أنت تستاهل ولا ما نستاهلش. نتكل ند الحمد لله احنا وزارة الثقافة بزاف ديال المهرجانات ما عدلاتش، وقفتهم عند الفلوس. نعم لي ماجي إن شاء الله يا ربي يعني يديروا مثلا مسابقات أو مسابقات على بعض المواضيع في ليالي الأروقة، المسابقات يكون هذيك المسابقات لدعم الفنان التشكيلي المغربي، يكون هناك مثلا اقتناء مثلا اللوحات على واحد النطاق واسع واسع، مش يكونوا فيه الفنانة التشكيليين المغاربة اللي كيختاروا اللوحات، يكون يشاركوا بالبعض مثقفين المغاربة اللي عايشين في المهجر اللي عندهم آراء ديالهم كتختلف عليهم وعندهم الرؤية ديالهم كتختلف، لأنهم في الرؤية ديالهم ما عندهمش الرؤية باك باك صاحبي وصاحب باك باك صاحبي، هما عندهم الرؤية ديالهم ألا وهو ازدهار الفنون التشكيلية في وطننا الحبيب. هذه هي النقطة، مش على باك باك وصاني عليك وأنا وصيك على باك. سي سعيد نعم دابا الله يبارك نمروا لواحد المجموعة ديال المداخلات أخرى مع إخوة آخرين. شنو هي الكلمة اللي يمكن لك تعطيها لنا لهذا اليوم اللي غنبرمجو؟ كيفاش تتصوروا انت؟ انا غادي نخلي واحد البرنامج محلول مفتوح مفتوح نستقبلوا فيه مثلا فيديوهات ديال الفنانين التشكيليين المغاربه، انه كل واحد اللي عنده شي حرقه كما هي دابا الدارجه هذه شي حرقه في قلبه يخرجها ويخرج من الصموت ديالو ويخرج من ديك السكوت ويخرج الى ارض الواقع ويعطينا نظريات كيفاش يمكن احنا في المغرب باش ما توقعش عندنا هذه الكارثه مستقبلا. شنو المعمول؟ هل انشاء جمعيه تشكيليه؟ هل انشاء نقابات؟ هل انشاء مثلا نقابه ولو على في العالم الافتراضي في الفضاء الافتراضي؟ يعني شنو المعمول؟ احنا الان غسلنا يدنا من مجموعه من المثقفين والنقاد الذين يقولون بين قوسين بين عارضتين وبين الاصابعين انه فنانون تشكيليون. عزيز المدني، اما الفنان الجنوب الشرقي المغرب، عظيم هذا السؤال هذا، مقصدين منهم نحن ومنهم من يعتمد السياحه، واعرف صديقا ذهب لبناء ليكسب خوت. حقيقه هذا النقطه يا اخي يا اخي يا اخي، ان اهل الجنوب الشرق مقصيين. ألا يوجد فن؟ وأنا أعرف شخصياً أن في وجد هناك عدد كبير من الفنانين التشكيليين الذين تخرجوا من المدرسة الوطنية الفنون الجميلة. لا لم أرى فناناً من تازة ولا من وجدة ولا من الحسيمة، من الحسيمة لم نرى فناناً، من تركيز لم نرى فناناً، لا لم من شفشاون، من شفشاون هناك إنسان لا أريد أن أقول الاسم، ولكن هناك لماذا من ورزازات؟ يعني من ورزازات من ميدلت يعني من تخوم الصحراء. سي سعيد واخا قلنا الكلمه الاخيره، ولكن كاينه واحد النقطه قال لك الاخ احمد حيزون، ويسمح لنا غنطولوا شي شويه ولكن ماشي مشكل. الحقيقه اذا اردنا دعم الفنان فيجب دعمه بدون شراء منه الاعمال، واذا كان الشراء فيجب الشراء من الكل وخصوصا الحاصلين على البطاقه والمحترفين وغير الموظفين، هذا هو الدعم. ما وجهه نظرك؟ لا اسمح لي قضيه ديال البطاقه بين قوسين، يجب اعاده النظر في البطاقه. اما قضيه الدعم كيف يمكن يكون الدعم؟ انا كيجيني خصو يكون الدعم على مشاريع، على مواضع، على دي كونسيبت،
مش اللي جاب اللوحه ديالو غادي نقول له مرحبا ندعمه منك، لا، خصني يكون عندنا واحد الطريقه، واحد البيداغوجيا والايديولوجيا ديال التعامل مع الفنان. واهم حاجه ان خصنا ما ندعموش دار الرباط ديال اللي تدعم، خص تكون هناك الجهويه، لان الجهويه كل ما وسعنا الجهويه غادي نتعرفوا، كل جهه كتعرف شكون هما الفنانين اللي عندها كيشتغلوا، وشكون هما الفنانين اللي ما كيشتغلوش، وشكون هما الفنانين اللي محتاجين. وخصنا ديك الساعه عند الجهويه اللي شاركوا فيها الفنانين انفسهم، مش حنا حاليا دابا في المغرب عندنا بعض الجهات فيها بعض اللوبيات هما اللي اختاروا الفنانين في الجهه ديالهم وفرضوهم على الناس اللي في الرباط. مثلا الا غناخذوا مثلا الجهه ديال تطوان، هما اللي اختاروا الفنانه ديال تطوان وقالوا لسي فلان خذ هذا خذ هذا خذ هذا خذ هذا. مثلا جهه اكادير قال لك اسيدي اعطيوهم هذوما، جهه سوس ما صدرها اكادير، جهه مثلا فاس، جهه الدار البيضاء. هذه هي القضيه، هذه القضيه اللي كنبغي نقول لك ان لابد نتحيدوا من هذا اللوبي، هذا اللوبي، هذا الاخبوط، اللي تكون واحد الجهه اللي يكون فيها واحد الستاتستيك، نعرفوا شحال من فنان تشكيلي، شحال من كاتب، شحال من موسيقي، شحال من مسرحي. هذه هي النقطه. غادي نشوفوا الاخ سعيد ريان اللي هو من مدينه تطوان. سعيد ريان، تحية لكم أصدقائي الفنانين. مداخلتي ينبغي المطالبة بأن يوزع الدعم على المستوى الجهوي، هذا تطرقنا له لأن الأخ ريان عاد يمكن التحق بنا، وأن تكون اللجان من أشخاص محايدين لا يمارسون الرسم نقاد موسيقيين مهتمين. نعم، تحياتي الاخ، تحياتي للصديق ديالنا سعيد ريان لانه فنان تشكيلي. نتمنى في يوم من الايام انه تستضيفه في 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 في, 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 في الصفحه ديالك، لانه من الفنانين، لانه من الفنانين، هو من الفنانين التشكيليين ديال مدينه تطوان ومعروف ورجل خلوق. هذه القضيه اللي القضيه على المستوى الجهوي، ما هذا ما مشكل نطلبوه حنا، هذا صاحب الجلاله، صاحب الجلالة محمد السادس يجب التفعيل. ما دام هذا التفعيل ما كاينش من الرباط يفعلوا يقولوا اوب شي حاجه تلوم الشمال بوم عطيهم شي حاجه تلوم، هاد الناس هادوما ما باغيينش الجهويه لان يقتاتون منها، يقتاتون، يعيشون، ياكلون، يشربون، يتنعمون. ها هي الاشكاليه الكبيره، يقتاتون، ياكلون ويشربون ويتنعمون، والفنان المغربي في سباته العميق يعني همه الوحيد انه ان يتقن. يا اخي انهض ودافع عن حقك وادخل ومشي لديك الوزاره، دخل ديك الوزاره قل علاش انا فقير ما عندي ما ناكل، ديك مش انا غادي نقول هذا تحريض، لا، هذيك البطاقه اللي عطيتيني هاك ما عندي ما تعمل لي، لا تسمن ولا تغني من جوع، ما كتوكلني، ما كتشربني، ما كتطلعني في القطار، ما كتداويني، ما والو، غير ندوتو شنو المردوديه ديال هذه البطاقه. إذن هنا نحسوا هاد الناس هادوما بأن هناك الفنان التشكيلي المغربي وصل بوص يعني العظم، وصل العظم كما قال صاحب الجلالة الحسن الثاني رحمه الله، العف، لقد وصل السكين العظم. أشوف شنو قال يوسف أقرب، هذا من طلبة ديال المعهد الوطني يشتغل حاليا، بلاتي اللي خايف منه هو يتحول. نعم بلاتي قال لك اللي خايف منه هو يتحول. الاخ اقرب هو من خريج المعهد الوطني للفنون الجميله بتطوان. اللي خايف منه هو يتحول النقاش الان من مطالب مشروعه من طرف المتضررين الى خارج ذلك العام، الناس ويصبح احتجاج ضد دعم الفنان والفنانين بصفة عامة، ما تمنعوش يستغلوا أعداء الفن. أخي شوف أنا فهمتك، يمكن يولي هذا الطلب يخرج على السياق دياله، يسرق على السياق دياله، لأنك أخي يوسف عندما كتشاهد الفنان المتضرر لم يأخذ حقه ولا نصيبه من الكورونا فيروس، ماذا تنتظر منه؟ ميمكنش نقولوا لا اودي حنا في النقاش اللي غادي نتناقشوا راه غادي نخرجوا على السياق وغادي، لا
راه كاينين الناس اللي استعد، كاينين الناس اللي هما خداو الدعم ولكن هاد الناس ما كيستاهلوش. ها هي اهدار بما يسمى الان اهدار مال عام لل... اهدار مال العام للمواطن. صندوق كورونا صاحب الجلاله محمد السادس نصر الله دعم الصندوق وكل فئه معينه من شريحه المجتمع اخذت نصيبها. اذا لماذا لم ياخذ الفنان نصيبه؟ حتى في بطاقه الرامي بعض الفنانين التشكيليين ما قدروش ياخذوا الرامي لان كيقول له تشكيلي كيقول له هذه ما كايناش ما عندناش، كيقول له اعمل صباغ. الاخ سعيد تنشكرك بزاف على هذا اللايف هذا، وهذا اللايف هذا اللي دار الاخ سعيد هو في الحقيقه تكوين ارضيه ليوم السبت المقبل ان شاء الله بحول الله. غنحاولوا يعني جميع الاخوه اللي تيتواصلوا مع ناقوس الفن اللي عنده شي اقتراحات يتفضل بها. نعم. تنشكروا السي سعيد على التواصل ديالك معنا. كلمة واحدة، كلمة أخيرة أو غادي نقول لك كنشكرك، ولكن كيقول واحد الوقت، كيقول واحد الوقت كتجي واحد النقطة اللي كتفيد الكاس. وأنا كنظن هاد العملية اللي تمت بها في وزارة الثقافة، مش وزارة الثقافة كاملة لأن وزارة الثقافة فيها بزاف ديال شكي يقولوا له ديال الشعب، خاصة أهل الفنون التشكيلية حكموا على أنفسهم بالإعدام. عبد الشكور يجب فتح المجال للفنان التشكيلي المشاركة في مهرجانات بعد اختيار الأعمال الجيدة تحت 10 لجنة نزيهة وذي كفاءة، ولم تكن هناك مسابقات على قناة التلفزيون كبرامج سنداب مثل، ويكون اختيار اللجنة حقيقة. هذه الأسئلة بما أن احنا طولنا، نتمنى يكون هذا تكون تتغير، مش تتغير اللهجة ويتغير في نفس الوقت، يتغير في نفس الوقت هذه العملية ديال الاحتكار. أنا ما كرهتش إذا بغيتي تستضيف محمد بن عبد الله لأن حتى هو عنده يمكن خصو يهضر ويتكلم. وكنشكرك صديقي العزيز، كنطلب من الأصدقاء ديالنا اللي تابعونا في هذا اللايف هذا أنهم يوزعوا هذا اللايف على نطاق واسع. وأنا جد متفائل لأنني أعرف أنهم يتابعوننا في هذا اللايف. أنا عارفهم غادي يدخلوا لعندك القناة ديالك وغادي يتفرجوا في اللايف، وأنا أدعوهم أنا أدعوهم وثم أدعوهم بالتي هي أحسن. يعني قبل على التواصل ديالنا. نعم. مع برنامج ناقوس الفن، كلمة حرة من الفنان التشكيلي سعيد المعروف على الساحة الوطنية ومعروف مناضل في الساحة الفيسبوكية بشكل كبير جدا. تنشكرك، نحاولوا نتواصلوا مع شكرا. الإخوة والأخوات اللي عنده شي تدخل مرحبا. بالنسبة للإخوة والأخوات، غدا سيكون برنامج يوم مع فنان في الحلقة 13 من برنامج يوم مع فنان، الفنان التشكيلي محمد السالمي. إن شاء الله ستبتدئ الحلقة مع 12 زوالا وستنتهي مع 12 ليلا، وستكون حافلة بكل ما هو جديد ومسار الفنان التشكيلي محمد السالمي. تنتسناو من الإخوة والأخوات اللي بغى ياخذ الكلمة مرحبا، يحاول يراسلنا، واللي عنده شي تدخل أو يديروا في كومنتار لأن غنكونوا
واحد اليوم خاص لهذا الدعم، الدعم ديال وزارة الثقافة للمتضررين من كورونا، بحكم أن تيقولوا الإخوة في الساحة الفنية بأن جل الفنانين التشكيليين المحترفين ما استفدوش بشكل كبير، حتى اللي معنيين بالنقابات تيقولوا في الخفاء بأن مجموعة الناس تتنتمي لهم وما استفداتش. هذا المشكل هذا غنناقشوا إن شاء الله في يوم السبت، سنخصصه يوم لكلمة حرة لجميع الفنانين التشكيليين اللي باغين يشاركوا معنا يوم السبت، فعليهم إرسال إما فيديو فيه كلمة، فيه وجهة نظر، فيه تصور كيفاش خص يكون التعامل ديال الدعم، لأن هذا دعم ماشي فني 100%، فهذا دعم الجائحة، يعني المتضرر مد الجائحة اللي واكل العصا في جيبه بشكل كبير، يعني تتبلي 100 درهم كيبحال 10,000 درهم، يعني هادو هما اللي خصهم ياخذوا الدعم في الظروف الحالية. المهم كاين اللي منهم خدا، الحمد لله فرحنا لهم وكذا، وكاين مجموعات الآخرين اللي تقلقوا الإخوة علاش خداو. هادشي غنناقشوه إن شاء الله في المستقبل، وخاصة في يوم السبت إن شاء الله بحول الله، إذا يسر الله الإخوة اتفقوا وحاولوا يوضعوا برنامج، لأن أنا ما يمكنليش بوحدي ندير البرنامج ديال نهار السبت، لأن أنا غدا عندي برنامج يوم مع فنان، غنكون في خضم استعداد لهذا اليوم في ضيافة فنان تشكيلي من العيار الثقيل، كما اعتدنا في جميع الحلقات من الحلقة الأولى اللي كان فيها الفنان التشكيلي عبد الفتاح قرمان، فهو غني عن التعريف، كما كان في الحلقة الثانية من برنامج يوم مع فنان فيلسوف اللون الأزرق الفنان التشكيلي يوسف سعدون، وفي الحلقة الثالثة كان الفنان تيمة الأرض السي مصطفى الغزلاني فنان تشكيلي، وكذلك في الحلقة الرابعة كان معنا سفير الفن التشكيلي رشيد الحنبلي، وفي الحلقة الخامسة كانت معنا فنانة تشكيلية من مدينة أكادير عروسة الجنوب الفنانة سميرة أيت المعلم، وكذلك في الحلقة السادسة كان معنا ابن القصر الكبير سي عبد النبي الصروخ فنانا تشكيليا، وفي الحلقة السابعة كان معنا الفنان التشكيلي من مدينة تطوان سي بوزوبا سي محمد بوزوبا، وفي الحلقة الثامنة كان معنا الفنان والخطاط سي قرماد، وكذلك في الحلقة التاسعة كان معنا الفنان التشكيلي يوسف الحداد، والحلقة العاشرة كان معنا الفنان التشكيلي الحكيم سي عبد الكريم الأزهر، وفي الحلقة الحادية عشر كان معنا الفنان التشكيلي المفكر التشكيلي محمد خصيف، وكذلك كان معنا الفنان المحترف والمتابر الفنان التشكيلي محمد أحمد أحزون، وحلقة الغد ستكون مع الفنان التشكيلي محمد السالمي، ترقبونا إن شاء الله بحول الله. الإخوة والأخوات اللي بغى يقول شي كلمة بمناسبة هذا اللقاء مرحبا. تنشكروا جميع الإخوة والأخوات اللي تواصلوا معنا، وتنشكروا ضيف الحلقة سعيد تشكوت فنان تشكيلي وكذلك فاعل في الفضاء الأزرق بشكل كبير ومعروف عليه بنضالاته الخاصة به، نشكره شكرا جزيلا، وكذلك نشكر جميع الفنانين التشكيليين اللي ساهموا في برنامج يوم مع فنان بشكل كبير، لأنهم أسسوا لموسوعة ناقوس الفن للتشكيل المغربي. وللتذكير نشكر الأخ حسان على دعمه لنا ب
ان سيت ارتستيك ان شاء الله بحول الله غنعلنوا عليه من ماله الخاص، لانه هو اللي غيمولو. مازال ما عرفناش واش غنسميوه سيت ناقوس الفن او موسوعه ناقوس الفن تتمشى مع الموسوعه الورقيه. تنشكروا جميع الاخوه والاخوات، وفي هذه المساله انطلاقا من غدا سنفتح يعني لجميع الاخوه الالتحاق بنا بموسوعه ناقوس الفن، لان قريبا غنبداو في شرع غنبداو في تكوين الارضيه ديال تاسيس وتاتيت مشروع موسوعه ناقوس الفن للتشكيل المغربي. نقاش رائع جدا، شكرا لك اخي الشملاني ولضيفك الكريم هشام نجحي، تنشكرك كذلك، تنشكروا جميع الاخوه والاخوات التي ساهموا معنا بكل تواجد ديالهم وبكل افكارهم وبكل اسئلتهم. بالنسبه لبرنامج اليوم السبت، برنامج كلمه حره لجميع الفنانين التشكيليين المتضررين او المناظرين لهذا الحقل التشكيلي. مرحبا بكم ان شاء الله غدا مع الفنان التشكيلي ضيف الحلقه 13 من برنامج يوم مع الفنان التشكيلي محمد السالمي. شكرا جزيلا.